أجمل تحية أعزائي وكل متابعي قناتي في اليوتيوب، قناة الخبير الفلكي والروحاني سينما. أقدم التوقعات الفلكية لمواليد الأبراج ابتداء من هذا اليوم السبت المصادف للسابع من شهر يناير إلى الجمعة القادمة. أهم الأحداث الفلكية لهذا الأسبوع هو استقامة كوكب عطارد في مجموعة القوس النارية بعدما كان متراجعا في نفس المجموعة ابتداء من هذا اليوم السبت، وبذلك تخف الضغوطات عن مواليد برج القوس. إضافة لذلك اقتران فلكي ما بين أشعة الشمس وبلوتو في مجموعة الجدي الترابية. الفلك ينبئ خلال اليوم القادم بحدث كبير جدا، قد نشهد موت شخصية مهمة. الصدارة لهذا الأسبوع إلى مواليد برج الحوت مع ارتفاع إلى كل من القوس، السرطان، الميزان، وانخفاض إلى مواليد العقرب، العذراء، والدلو. في بداية الأسبوع سنشهد ارتفاع إلى مواليد برج الثور، وفي وسط الأسبوع ارتفاع إلى مواليد برج الجوزاء مع انخفاض إلى مواليد برج الجدي. أما في نهاية الأسبوع فسنشهد ارتفاع إلى كل من مواليد برجي الأسد والحمل. الحمل ينتظر خبر سار، الثور لديه لقاء مميز، الجوزاء نحو مبادرة موفقة، السرطان يعيد من حساباته الأسرية، الأسد لديه مكسب مالي، أما العذراء فقلق متوتر، الميزان قفزة غير متوقعة، والعقرب عليه الاهتمام بصحته، القوس يستنشق الصعداء، والجدي زيادة بالمصاريف، أما الدلو فيخفق مع الشريك. الحوت قمة في النشاط والحيوية، ومولود برج التنين الصيني يسعد بصحبة الأحبة. أما مولود برج السلحفاة الهندي فعليه الحذر من المقربين. وأخيرا مولود برج البندق الدرويدي تخف عليه الضغوطات.